انا دمي نشف وبترعش وكنت بموت في جلدي. احنا اسفين قوي، اسفين جدا. شفت يا بابا؟ مش قلتلك متعب مش ناوي على خير. متعب؟ وده متعب ابن عمك اللي كان ضرب عليا نار؟ هو يا عمر عيل طايش كل همه يتجوز لمار، يعرفش يتكلم الا بالدم. هو اللي ما يعرفش اللي هيتكلم الا بالدم ده اللي هو اللي ده اتضرب عليك نار؟ هو يا حبيبتي. هو يا حبيبتي؟ ايه البساطة اللي انت فيها دي؟ ومبلغتش عنه ليه عشان توديه في 60 داهية؟ فيها انا برضه اعمل كده. ايوه تعمل كده. ازاي؟ ده راجل طيب وابن اصول. شكرا يا عم الشيخ. الحمد لله. بس انا مش هسكت بعد اللي عمله النهارده، مش هسكت. متعب ما يقدرش يهوب هنا، رجاله كلها وكفاله وانا اولهم. يا شيخ عرفان ما تيجي نخلع بجلدنا، مفيش داعي من الجوازه دي يا اخويا، انا مش مستغنيه عنك يا بورسعيد. في ايه دينا؟ في ايه؟ خف شيخ عرفان، انا جيت لك لحد هنا علشان طالب ايد بنتك لمار، ولو قابلني حط ايدك في ايدي. الله يبارك فيك يا تينا، ربنا يخليك. الله يبارك فيك يا حبيبتي. قلت ايه يا شيخ عرفان؟ انت كل يوم بتكبر في نظري. ايش قولك يا عروسه؟ قولك يا ابويا الشيخ عرفان. يا راضي امرك يا شيخ. دق الطبول. طبول ليه؟ هتعلون الحرب. لا لا، ده بيتخن صوته عشان متعب بيخاف لو قريب ولا. بارك الله فيك. انت بتقولي حاجه يا ست هانم؟ قولي له بقى، قولي له كنت بتقولي ايه. كانت بتقول ما شاء الله قاعده جميله والعروسه يعني والاستاذ سراق هيجنن. ما شاء الله. لا انا بقول ولا حاجه، انا بس كنت بقول يعني ان اخته وعمه مش لازم برضو يفرحوا في العظيمه زي اللي احنا فيها دي. الكل هيفرح بالعروسين في مصر، انما الليله ليلتنا، لازم نفرح والبلد كلها تفرح لاجل ما نسد الطريق على متعب وشره. يلا يا راضي دق الطبول. اتفضل. تاني الطبول دي؟ جاهزين يا شيخ، وهتبقى احلى ليله، ليله زي الفل ان شاء الله. مش داخلين غزوه، لازم طبعا. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا بنتي. مش تبوسي العروسه؟ لما يدق الطبول. كيف الليل طويل ونحلم فيها صحة وليل شعرها، كيف الليل طويل ملوي حواليها أمطار. ماشي وانا بحالي ما كان على بالي، هي اللي بصالي هي اللي بصالي، وبتشتكي مني يابا وبتشتكي مني. بعد الليلة ما في شي اللي هاريق الفكر في أبوها اللي قاعد في الدار. وين رايح يا متعب؟ ما يصير اللي بتسويه، البلد كلها هتقف ضدك. ماني قادر اتحمل، انا ابن عمها، انا اولى بيها. وابوها راضي عن الجواز،
ما حدا يقدر يوقف قصادك. هتربك الدنيا على اللي فيها. ما حدا هينضر غيرك يا متعب. ايش يا دهشوري؟ تبين اتركها له ياخذها مني؟ الصبر، الصبر والايام ما في اقرب منها. يا ويله مني دكتور الحريم هذا، يا ويله. ويا ما خالق يا ما صور، كعب المتريال مدور. ويا ما خالق يا ما صور، الله واحد الله واحد، الله لا يشمت فينا حال. الله واحد الله واحد، الله لا يشمت فينا حال. والتاكسي اللي جاي من الحمام عليه قميصة من قدام، التاكسي اللي جاي من الحمام عليه قميصة من قدام. وكعب المتريال مدور. يا ما خالق يا ما صور، ابو تايوتا فوق العلوة ناوية حلاوة حلوة. بالذات لما يكون داخل على دنيا جديدة بقى، دنيا فيها استقرار راحة بال. ربنا يرزقك بالزوجة الصالحة. يا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام حقيقي يا سلام. يعني برصاصتين في شنك يا سلام لبستك الجوازة. رصاصتين ايه ولبستني ايه؟ أنا بحبها فعلا. لا عم وابطال ده انت مالكش مرسى. والله العظيم بحبها، والله بحبها. يا سلام، انا حاسس زي ما يكون ربنا استجاب لدعائي، زي ما يكون كانت ابواب السماء مفتوحه لي. يا سلام بدأ. يا سلام يا حس كده كمان ان ربنا حس اخيرا اني تبت الى الله. يا سلام يا سلام يا سلام. يبقى ما فيش داعي تبص عني سوين. اعمل ايه بقى؟ فاهمني خزقها يعني. خيالي جامح جامح. يا سلام يا سلام على الجموح. خلاص انا نصحتك. طبعا انك عمي وانا ابن اخوك، ويهمني انصحك ويلزمك حته شمال تسخن بيها بالفرح. انسى نصايحك اللي مبوظه لي كل جوازاتي دي، ارحمني منها بقى علشان انا في مصيبه وانت مش حاسس بيها. مصيبه ايه تاني؟ اه انا قصدك اليوم الضيع. يوم الضيع ايه يا عم الصغير؟ السي دي. صحيح انت عملت ايه في الحكايه دي؟ عامل ايه يعني؟ اديني مستني لما يكلموني. وهم لسه بيكلموك؟ هيكلموني ازاي يا عم وتليفوني المقفول؟ قلت لي كنت قافل تليفونك. الله الله، خش عليا في الكنافه، خش. ايه يا عمي؟ انا كنت قافل التليفون عشان اخلص الجوازه الاول وبعدين بفتحه فوق لهم. طيب واللي هو انت كنت بتعمل ايه بالظبط في السي دي؟ فضايا.
يا عمي ده هو ده يعني اللي يهمك؟ هو ده اللي همك في الموضوع؟ بقول لك في مصيبة والله العظيم في مصيبة. خلاص لقيت لك الحل. والنبي عارف لو السجيلة وقفت العروسة فضل الله ولا فعلك يا أخي، حرام عليك يا أخي، حرام عليك يا أخي. أنا أصلا ركبي سايبة مخبطة في بعضها ومش عارف أنام، ده غير ابن عمها اللي مش عارف راخر هيعمل فيها إيه ده. لا عيني عليك يا عمر يا ابن أخويا. آه ده أنت مقفلة معاك زي الضمنة أوي. عارف التوتر اللي أنت فيه ده، ده لوحده توبة. خير الله على فعلك يا أخي، خير الله على فعلك. يا رب يكونوا عارفوا يوصلوا لحاجة. هما مين؟ كنافة إيه؟ ده في المهلبية، مهلبية.